باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يحدثنا إنجيل هذا الصباح المبارك وهو حادثة إقامة لعازر بعد أن مكث في القبر 4 أيام. من أعظم معجزات الرب يسوع المسيح، وإن كان ظهرت ملامح وتفاصيل وأساليب غريبة، مثل أن الرب يسوع علم بالمعاد ثم امتنع عن الذهاب سريعا، مكث يومين ثم وصل بعد أن أصبح لعازر ميت منذ 4 أيام. والرب يسوع عالم بكل شيء، ولأنه الوحيد الذي يعرف ما في نيات القلوب قبل ظواهر الأعمال، فهو له كل المجد، يريد أن يظهر مجده، وحتى هذه الأيام مجده على الكنيسة يرى. فمكث وتأخر ليظهر مجد اللاهوت في إقامة لعازر، ولكن الرب يسوع كان يريد أن يبرئ لعازر بكل تأكيد، وأن يشفيه شيء، وأن يقيم من الموت شيء، وأن يقيم من الموت شيء، وأن يقيم بعد 4 أيام من الموت شيء أكثر عظمة وقوة واقتدار. هو الرب، هو اللاهوت الظاهر في الجسد. لم يكن مجرد إقامة ميت من الموت وخروجه من القبر وهو مربوط اليدين والرجلين، إنما الموقف بكل دقة أن لعازر قام من الأموات وتسبب قيامته من الموت بعد 4 أيام في إيمان المزيد من الناس، لأن الله يريد الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. عايز أتكلم بعنوان تأخير وتدبير، تأخير وتدبير. هقول أول كلمة لأجل التمجيد، لأجل التمجيد. بيقول ماري يوحنا، وهو الوحيد اللي انفرد بالمعجزة دي، هو الوحيد اللي انفرد بيها، لأنه كان مهتم يظهر لاهوت المسيح. ممكن البعض يشهد للمسيح أنه يقيم الموتى ويحييهم، أنه يبرئ الأكمه والأبرص، ولكن لازم اللي بيقول هذه الشهادة يلتفت إلى أن هذه الصفات صفات اللاهوت وحده. اللاهوت هو الذي يقيم الموتى ويحييهم. وكان واحد مريضا وهو لعازر، ومن بيت عنيا من قرية مريم ومرسى أختها، وكانت هذه هي مريم التي دهنت الرب بالطيب. بعض الحوادث بتكتب في الكتاب المقدس وبتكون بتشاور على مشكلة قديمة، أو بتشاور على مادية الناس، يعني يقول لهم السيد المسيح في مرة من المرات: أنتوا بتدوروا علي لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. إنما شوفوا الحادثة الحلوة بقى بتاعت النهاردة اللي مكتوبة، يقول لك دي مريم اللي دهنت الرب بالطيب، وساعتها عشان تدهن الرب بالطيب كسرت القارورة. وكسرت القارورة عشان ايه؟ عشان محدش يستعملها تاني، لان من وجهة نظرها مفيش حد يستحق ان العطر النردين الطيب الغالي كثير الثمن تتسكب على رجليه
هذه القارورة فما محدش تاني يستخدمها ولا حد تاني يستحقها. فهنا يوحنا فاكر لها الحلو اللي عملته، يقول لك كانت مريم التي دهنت الرب بالطيب ومسحت قدميه بشعرها. شعر المرأة هو تاجها، فلما تحط التاج عند قدمين المسيح يبقى المعنى البسيط المباشر انها عايزة مجد المسيح، لانها سابت مجدها هي على الارض. ودي حاجة تشبه لما بتشوفوا كده وقت قراية الانجيل، لو اب اسقف هو اللي هيقرا الانجيل تلاقوه يقلع ايه؟ يقلع العمامة الكبيرة او التاج اللي على راسه، أو لو كان قداسة البابا نفسه يروح خالع التاج ويروح واقف قدام مجد الإنجيل بمنتهى التواضع والتقدير. وهي التي كان لعازر المريض أخاها، فأرسلت أخته إليه قائلتين له: يا رب ها إن الذي تحبه مريض. هي دي الطريقة اللي ينفع انها تحنن قلب الرب، او الطريقة اللي بيستخدمها الابن مع ابوه لما يبقى عايز واحد من ابوه طلب، يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يتمحلس، يبتدي يتكلم كده مع ابوه بلطافة، يبتدي يحنن قلب ابوه فيقول له ايه؟ يقول له: بابا يعني، يقول له: يبقى الظاهر انت باين عليك كده عايز حاجة، قول يا ابني عايز ايه على طول. ويبقى خلاص قلبه حن لابنه. فهما الاثنين بيقولوا له: يا معلم او يا رب، اللي انت بتحبه تعبان. ده مش بيقولوا له العذر تعبان يا رب، لا، بيقولوا له اللي انت بتحبه، اصل عشان انت بتحبه يبقى لازم هتعمل ايه؟ لازم هتجيله بسرعه. إلا أني الموضوع النهاردة بعنوان تأخير وتدبير، تأخير وتدبير. صحيح ربنا يعني لا بيتأخر ولا بيستعجل، ربنا مظبوط تماما، إنما وقت ما بيجي بيروح جاي إيه؟ بيروح جاي بمنتهى السرعة. خلاص طالما الميعاد جه يروح جاي بقى بسرعة. انما مفيش حاجه عند ربنا اسمها تاخير وحاجه اسمها ايه؟ اسمها سرعه. امال ايه اللي عمله النهارده الرب يسوع؟ اقول النهارده الرب يسوع اتاخر بالجسد فعلا. ليه؟ علشان خاطر يظهر مجد اكتر. طب ولما يظهر مجد اكتر هنستفاد ايه؟ ما كفايه المجد اللي بيظهره طول ما هو يقول يصنع خيرا. يقول لك لا، المرة دي هيؤمن بسبب المعجزة دي ناس أكتر بكتير من إنه يلمسه ويقول له قم وامشي، أو يروح يقول له مد إيدك، أو يشفيه بأي كلمة. لا، ده المرة دي هيقف قدام القبر ويبكي. المرة دي هيشارك الناس في مشاعرهم، لأنه عاش عيشتنا وحس بإحساساتنا وصار مجربا مثلنا، فهيحط كل هذه المشاعر الممزوجة بالمحبة الحقيقية الكاملة الإلهية قدام قبر العازر، ويبكي على البشرية اللي ما كانش ليها الموت، أو ما كانش ليها الموت في فكر ربنا طبعا، يعني ما كانش يتمنى أن الإنسان يموت، ده قصدي، إنما أجرة الخطية بكل تأكيد هي موت. فبكى عند قبر العازر وكانت دي المشاعر. ليه يا رب اتأخرت؟ لأجل التمجيد. طب لما نقف ونرفع إيدينا قبل ما الموت ينزلها ونصلي 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 وبعدين نبص نلاقي مفيش استجابة، مشكلة أغلب الناس في الاستجابة. أقول الصراحة يعني زي الشاعر ما بيقول: نلوم الزمان والعيب فينا، أو نعيب الزمان والعيب فينا. طب ما هو إحنا بنقف نشتكي من تأخير ربنا في الاستجابة،
واحنا اللي واقفين نصلي غلط. احنا المفروض نصلي بطريقة معينة. ايه هي؟ بطريقة اننا نمجده الاول. هو كملك منتصر قام من الموت، داس الموت واعطانا سلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة عدو. يبقى من حقه في هذه الايام وفي العهد الجديد كل والى الابد ان وجوده في وسط اولاده يكون في وسط تمجيدهم لي. يعني ايه نمجده؟ يعني بنرجع له الفضل، يعني بنقدم الحق، يعني بنقول له يا رب انت تستحق. ما احنا بنقولها في القداس على طول، مستحق وعادل، مستحق ومستوجب. ولاحظ يا عزيزي ان عمر ربنا ما هيظهر لك في رؤية او حلم ويقول لك لو سمحت مجدني، اصل انا يا ابني مستحق بصراحة ان انا اتمجد. لا، بس هو قالها بطريقة تانية بقى. قال لك مجدي لا اعطيه لاخر ولا تسبيحي لمنحوتات. فاذا انت تفهم من نفسك وتقوم تعطي المجد لربنا يبقى انت انسان عاقل. والاجل تمجيده كانت معجزة اقامة العذر. بشوف ناس كتير يقفوا مثلا قدام صورة العذراء وقدام القديسين ويمسكوا الدف والترينتو ويبتدوا يقولوا تمجيدات تمجيدات عظيمة وحاجة تليق بالقديسين، ولكن عمري ما شفت حد وقف قدام صورة الرب يسوع وراح جاب الدف والتريانتو وعمل ايه؟ تمجيد للرب يسوع. حاجة عجيبة جدا جدا. لازم نمجده، لازم ما ننساش انه مستحق ومستوجب التمجيد. لأجل التمجيد قالها لهم صريحة، لما سمع يسوع قال هذا المرض ليس هو مرض الموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. ليتمجد ابن الله به. لازم نديله المجد. ولازم كنا نفهم ان في كتير من تأخيره علينا هو عايز يتمجد اكتر، فلازم نديله فرصة. وكان يسوع يحب مرسى ومريم أختها ولعازر. حد خد باله من حاجة؟ دايما لما نجيب سيرة مريم ومرسى نقول ده مريم كانت قاعدة تحت رجلين المسيح، اختارت النصيب الصالح. طب ومرسى كانت مالها؟ مرسى كانت بتعمل محشي يعني، أو كانت بتعمل أي فول وطعمية، أقول كانت مشغولة في الأكل والشرب. لكن مريم اللي اختارت النصيب الصالح جت نمرة اتنين في الآية. قال لك كان يسوع يحب مرسى. نمرة واحد. بيحب مين؟ لعازر؟ لا، ده هم بعتوا له قالوا له اللي انت بتحبه مريض. ما عبرش الكلمة دي. قال لك انا برضو بحبه. إنما لما اتذكرت الآية قال لك وكان يسوع يحب مرسى بتاعة الأكل والشرب وأختها مريم ولعازر. فلما سمع أنه مريض أقام في الموضع الذي كان فيه يومين. ده نوع من أنواع التأخير. وبعد ذلك قال لتلاميذه لنذهب إلى اليهودية أيضا. عايز أقول كلمة تاني بعد الأجل التمجيد هقول لأنه يريد. يبقى لأجل التمجيد ولأنه يريد. عايز إيه يا رب؟ عايز أعدي على أورشليم، عايز أروح اليهودي. فقال له التلاميذ يا معلم الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتمضي أيضا إلى هناك، ليه يا رب كده تروح للموت برجليك؟ أجاب يسوع أليس النهار 12 ساعة؟ فمن يمشي في النهار لا يعصر لأنه ينظر نور هذا العالم. عايز يقول لهم لسه باقي شغل، لسه باقي كرازة، لسه ناس عايزهم يؤمنوا بيا، لسه ناس عايزهم يؤمنوا بيا في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان. لأن الزمن هنا على الأرض يفني فينا، إنما الزمن فوق في السماء
ما فيش ليه معنى، ملهوش معنى. برا الغلاف الجوي ما تلاقوش معنى للزمن، تلاقي الدنيا اختلفت. إنما هنا على الأرض لازم كل أمور حياتنا كأبناء للمسيح تبقى في وقت مناسب وقبل فوات الأوان. لأجل التمجيد ولأنه يريد، هو عايز يكمل بقية الشغل اللي شايف إنه ممكن لسه يتعمل، ربح النفوس. علشان كده اللي منكم في يوم من الأيام هيرفع إيده ويصلي ويطلب من ربنا كل طلبة روحية، لو خلطت طلباتك بإنك عايز تربح نفوس للمسيح، أأكد لك إن صلواتك الممزوجة بالطلبة دي هتتقبل أسرع جدا جدا، لأنك بتقول له إيه؟ تقول له أنا عايز أبقى شغال لحساب مملكتك، عايز أربح نفوس. طب ما هي دي الحكاية اللي هو عملها على الأرض، هو ربح نفوس حتى لغاية الصليب. قال لهم متى ارتفع ابن الإنسان على الصليب؟ حينئذ يجذب إليه الكثيرين. في لحظات وفاته على الصليب كان لسه عمال بيربح نفوس. فإذا اشتغلت رباح نفوس أقول لكم بقيتم دراعه اليمين. طب شوف بقى يأيدكم ويبارككم ويديكم نعمة قد إيه. لأجل التمجيد لأنه يريد، عايز أقول آخر كلمة، ربح المزيد. ربح المزيد. حدثت الحادثة بتاعت إقامة لعازر في السكة. قال لهم السيد المسيح لعازر نام. قالوا له سلام يا رب، يعني لو نام ممكن حد يطلق على وش شوية مية ساقعة يصحيه، ممكن واحد يشغله منبه يصحيه، يعني أي حاجة كده يا رب، نام دي عادية. بعد شوية قال لهم بصراحة يا جماعة لعازر حبيبنا مات. طب ليه يا رب أنت قلت إنه نام وليه قلت إنه مات؟ طب ما كنت جبتها باختصار وقلت لعازر مات وأنا زعلان عليه وبلغه مريم ومرسى إن أنا هاجي. لا مش كده، ده هو قال نام لأن النوم والموت شبه بعض، شبه بعض في شكل الجسد، تلاقي النايم والميت شبه بعض، شبه بعض في ان الاثنين بيناموا على رجاء حاجة تانية. يعني الحي بيبقى نايم برجاء انه هيصحى تاني يوم، الميت نايم برجاء زي ما بنقول في قانون الإيمان وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. وكمان حاجة ثالثة مهمة، هو ان الاثنين اللي نايمين دولت صحيح في الشبه زي بعض وصحيح في الرجاء زي بعض، انما كمان خلوا بالكم في فرق مهم، ان الجثة بتاعت الميت لو حطيتها في مكان حر يبقى الجسم سخن، لو حطيته في مكان تلج يبقى الجسم سائع. فبدأت ايه تتلون او تبقى واخدة طبيعة المحيط، ده الانسان الميت. اما الانسان اللي نايم وهو حي فتلاقوه ايه الدرجة بتاعت حرارة الجسم هي 37. المعنى الخطير في الميت، الميت هو اللي بياخد الطبيعة بتاعت الجو اللي حواليه، دخل في وسط ناس أشرار يبقى شرير. أهو ده بقى ليه إيه؟ ليه اسم إنه حي لكنه إيه؟ لكنه ميت. أوعى يكون حد فيكم بالشكل ده، ليه شكل وصورة التقوى لكنه منكر قوتها. إنما خليك نور للعالم وملح للأرض. بعد ما قال لهم نام ومات وكانت المسافة 15 غلوة، والمقاس ده مكتوب علشان هو المسموح بالمشي فيه يوم السبت،
ومعنى الكلام ان الناس اللي جاية من اورشليم لبيت عنيا ناس كتير قوي، لان المسافة مسموح بيها، ناس كتير قوي جت تعزي. وطالما ناس كتير قوي جت تعزي وشافوا قد ايه المسيح كان بيحبه وقالوا اللي قالوه، ولكن لما خرج وهو ملفوف بالاكفان، كانوا اليهود يلفوا الشخص بطريقه حلزونيه كده بحيث انه لو قام من الموت ما يعرفش يمشي، ما يعرفش يتحرك، رجليه مربوطه، ايديه مربوطه، عينيه مقفوله، فيبقى هيتشاف منه ايه. ومع ذلك خرج لعازر بالاكفان وقال لهم حلوه وضعوه يمضي. معنى كلام ان عندنا معزيين كتير جدا جم علشان يجاملوا مريم ومرسى والعازر، وكان ليهم وزنهم في وسط الناس ومحبة كبيرة. فكانت النتيجة ايه؟ آمن كثيرين. فكثيرون من اليهود الذين جاءوا الى مريم ونظروا ما فعله يسوع آمنوا به، أمنوا به اللي كانوا واقفين لما شافوا المشاعر، لما لقوه بكى يسوع، أمنوا الكثيرين وآمن المزيد من الناس بسبب إيه؟ تدبير ربنا في الأساس. عشان كده اتكلمت وقلت تأخير وتدبير، تأخير وتدبير. صلوا أن يعطينا الله دايما حكمة، أن يعطينا انتظاره، أن يعطينا محبة حقيقية، أن نفهم في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان، وحتى ما لا نفهمه هنا على الأرض لا نستاء، فسنفهم الباقي في السماء. لربنا المجد دائما أبديا، آمين.